أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. بعد الإفراج عن الفنان المغربي سعد المجرد، نشرت لورا فريسون عارضة الأزياء الإيطالية وبطلة فيديو كليب غلطانة مقطع فيديو تعبر من خلاله عن فرحتها بعودة المعلم. وظهرت لورا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على الإنستغرام وهي تغني أغنية غلطانة في سيارة رفقة صديق وصديقة لها بمدينة مراكش، حيث أرفقت الفيديو بتدوين مرحبا بعودتك سعد المجرد. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.